نجح ليفربول الإنجليزي في تجاوز عقبة مضيفه روبن كازان الروسي بعد أن تغلب عليه بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لليوروبا ليج. هدف المباراة الوحيد جاء بإمضاء اللاعب الشاب جوردن آيب الذي سجل أول هدف له بقميص الرد. وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الفريق الروسي عند 2 في ذيل الترتيب. وفي بقية المباريات تغلبت توتنهام الإنجليزي على ضيف أندرلخت البلجيكي بهدفين لهدف، وتعادل سبارتا براغ التشيكي مع شالكا الألماني بهدف لكل منهما.